اختتمت بقرية صنعاء بمحافظة الوادي الجديد أعمال القافلة الطبية للمبادرة الرئاسية حياة كريمة التي استمرت أعمالها لمدة يومين. شهدت القافلة توقيع الكشف الطبي على المواطنين بالقرية وصرف العلاج لهم بالمجان من صيدلية القافلة. احنا عندنا في الوادي الجديد بننفذ شهريا 8 قوافل شهرية بمعدل 16 يوم عمل في القوافل العلاجية. القوافل العلاجية بتتضمن الكشف في جميع التخصصات الطبية أو معظم التخصصات الطبية زي الجراحة والبطنة والنساء والأطفال والعظام والمسالك والأنف والأذن والرمد، والهدف منها تقديم الخدمات الطبية بصورة مجانية للسادة المواطنين اللي هم في أماكن بعيدة بيبقى صعب الوصول ليها.